ضيفنا الجميل، اول شيء مرحبا مليون واعز من جانا ونورتنا بهذه الحلقه اللي هي حلقه لمتنا، وهي ان شاء الله انها اسم على مسمى، على قولتهم نلم حبايبنا والمشاهدين ودهم شوفة حبايبهم، عشان كذا احنا سميناها بهالمسمى هذا. فعندي سؤال بسيط، بس بسيط جدا، تحت في دمطيري. لا لا والله هذا انا اعتبره، شوف يعني انا ما ادري عاد هو من سوء الحظ ولا من حسن الحظ. يوم كنت انا ضيف الحالي ومقدمين يعني سوء الحظ، انا صبتك شاي حسبها قهوه. لا انا شوف والله يوفقك، انا بدايه موافقه، بدايه ان شاء الله موافق. انا طال عمرك ابشر بي، انا معك ترى ابو مانا. انا هجل بنت الطارح تقول ابو مانا ناوي لك نيه، ولكن انا طال عمرك ببزالك. ابو مانا درب علي والله، انا وقفنا في المحل. ابشر بي طال عمرك. اول شيء الشهره. ايوه يعني أنت صار لك فترة طويلة في مجال الشهرة، أنا أبغى أعرف والمتابعين قبلي أنا يبغون يعرفون متى اشتهر أبو تركي ومع مين وإيش المقطع أو الشيء اللي أشهر أكثر. والمايك لك. والله شوف ترى أول شيء الشهرة ما هو كل واحد يقول أنا مشهور، أنا أشوف الوقت هذا كلن ما ادري كيف يقيسون الشهرة، يعني انا والله لا بحثت عنها ولا دورتها، جت كذا زي ما يقول خبط لزق. و كيف خبط لزق ابوه؟ ابعلمك تدري ايش يعجبني فيك ابو تركي؟ بقطع كلامك، يعجبني فيك العفويه والعمر، يعني انا ما اعرف ارتب كلام. اي نعم، ولا اعرف اتكلم واجد مثل هروجكم. عندي سرد ما تلقاه الحق. تبون هروجنا هديره ايه، ولا خلوني اروح من هنا. والله خذ راحتك. ايوه صار خلاص، خلصنا قبل المقدمه، خلوا الباقي عاد هروج اللي نعرف. اي بس احنا نبي نعرف متى بديت ومع من. في ناس الحين طال عمرك ياخذ يبحث عن الشهرة، تلقاه تلزق مشاهير ويحاول انه يروح ويتعنى مثلا المناسبات حفلات عشان يحضر معهم ويصور معهم، الا اني انشهر بالغصب. انا والله اني ما بحثت عن الشهرة، يعني جاتني كذا غصب. شفت اللي يقول غصب؟ غصب الله اللي ساقها لك. فتقريبا قبل خلنا نقول 3 سنوات الى 4 سنوات ماشي. اول شيء ما يجحد جمايل الرجال، الرجال ما في خير. سلام، كلام صحيح. أول حاجة مزبوط، فرجال بيجحد جميل، رجال سوى معه معروف ولا جميل، هذا ما في خير. فالفضل لله سبحانه وتعالى في 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 ظهور شخصية أبو تركي للجمهور يعود الأخوي الغالي حمد بن مقدر العتيبي. ونعم سيدي النعم. يستاهل بن مقدر. التقيت به في رانيا صدفة، هذا يوم أقول لك الواحد ما يبحث عن الشهرة. قلت به وانا والله اني ما ادري ان حمد وقليل متابعه للسناب والمشاهير. اي فتواجهنا عند، طبعا بحكم انه كان يعمل عندنا في 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 محافظه رانيا، كنا سامرين عند واحد من الشباب وجانا ابو مقعد وانا ما كنت اعرف. جينا بنلعب ورقه في الوتو، قالوا بتقابل الرجال ذا، قلت بقابله. قالوا بس انتبه بدون تصوير، ما ادري حسيت ان فيه شيء. ايه حسيت ان فيه حاجه انه الرجال رأي. علموني العيال بعدها وقمت اطلع انا وابو مقعد ونصور انا وياه. حلو. ومن هنا بدت سالفه الشهر، من هنا من 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 يعني البدايه. انا من لعبه البلوت انت انطلقت مع الرجال، تعرفت على حمد. نعم ابو تركي صلى على محمد، اذكر الله يا فيصل. آه ما شاء الله. اي لا لحظه، فيصل جاب النقطه هذه، والله يا فيصل ما كان يعلم عنها.